خير يا رب. مساء الخير يا فندم. حضرتك مدام غادة رضوان؟ ايوه يا فندم. ممكن حضرتك تمدلنا هنا؟ امدلك على ايه؟ ده اعلام طلاق غيابي. انت بتقول ايه؟ باسم السيد عادل الشربيني. طلاق ايه وغيابي ايه؟ انت اكيد جاي العنوان ده غلط. طب انتوا مش بتركزوا في شغلكوا؟ اعصاب الناس عندكوا لعبه كده؟ انا هكلم لك الاستاذ عادل. مشغول، هو مهندس كبير قوي في الكهرباء، شغله خطر جدا، يعني لو رد عليا دلوقتي ممكن تحصل كارثه. معلش يا فندم، والله دي تعليمات. حضرتك امضي هنا وبعدين نبقى نشوف التليفون ده. هنا يا فندم، هنا كمان بعد اذنك. اتفضل حضرتك. Watch it.